بسم الله الرحمن الرحيم. التروجنز اند باك دورز ويز انكريبشن. طبعا اتكلمنا عن التروجنز قبل كده، واتكلمنا عن الباك دورز، واتكلمنا عن الفيروسز، وكان في ميديول خاص بالانكريبشن، ازاي انكريبت الكلام ده عشان الانتي فايروس ما يشوفوش. فدلوقتي انا طلع لكم بحاجه جديده، اللي احنا ممكن نعمل من الباك تراك نعمل تروجن، تمام؟ بس مش هنعمله، يعني ايه، هنعمله بلغة تانية، لغة الجافا. هنعمله بإيه؟ بلغة الجافا. والتروجن اللي هنطلعه دوت هنعمل عليه سكان بالفيروس توتال، مش هيشوفوه خالص، مفيش أي أنتي فيروس هيشوفه، وتروجن وشغال، تمام؟ تعال نشوف بالأرميتاج تولز برضه. انا فاتح السايت اهو عشان هيتشيك عليه دلوقتي. هننزل التروجن بتاعنا. طيب دي اللي هي نسخه الار 2 الباك تراك ار 1 سوري. هفتح الاول كده الميت اكسبلويت جي او اي ام اس اف جي او اي، تمام؟ اقول له ستارت، اجي هنا باك تراك ويندوز نتورك ميت اكسبلويت ارميتاج. طبعا ايه، تبقى هنا مكتوب تيست، بس طبعا عشان انا بقى فاتحها قبل كده، خليها على جنب كده على ايه، على ده ما يفتح. زي ما قلنا باجي افتحها كده اقول له فايل شو كونكشن ديتيلز، تمام؟ اجي على كونكت دي، واجي مكان الباسورد اقول له ايه، جي دبليو يو زد في جي تي اي اي يو، واقول له لو سمحت كونكت. اوكي شغال زي الفل اهو. باجي هنا تحت بايلود تحت جافا، بلاقي حاجه اسمها جي اس بي شيل ريفيرس تي سي بي، دبل كليك عليها، تمام؟ بص السيتنج بتاعتها، شو ادفانسد اوبشن، والله مين هو ال ال هوست. ممكن اجي هنا بقى اعمل ايه، ده هنا ده في اللوكال طبعا، ده في الـ في الانترنال. لا انا هقوم شايل ده كده واكتب مكانه ايه، ال مش انا كان في حاجه اسمها نو اي بي، صح؟ اقوم كاتب هنا اسم الدومين اللي انا عملته على نو اي بي، والبورت نمبر ايه مثلا، اربعات ده ممكن تغيره، خليه 80 80، خليه 80، خليه 4 4 5، اللي انت عاوزه، خلاص. طيب تعالى اقول له ايه لانش كده، احنا بنتست بس، عايزين نعرف الفيروس دوت الانكريبشن بتاعه عامل ازاي. طبعا لا كده كده مشتغلش، بس نعمل حاجة زي ما هو كده. هتيجي هنا في اوتبوت هيبقى شكله ايه، تقول له جي اس اندرسكور بي بي اي، واقول له ايه لانش. او هسيبه فين، على الديسك توب مثلا، نسميه اكس واي زد ونسيف، تمام؟ اهو تقدر انت بقى تديلي الكلاينت بعد كده، مفيش اي مشكله، خلاص. ده اللي مكتوب جواه، محدش فاهم منه اي حاجه، طبعا جافا كود، تمام؟ الميت اكسبلويت هيلسن على، بص ممكن تايديت جواه على البورت دوت وعلى ده وهكذا، تمام؟ طبعا انت تعمل له انجكت جواه برنامج عشان بس محدش يفهم ايه ده جوا اي برنامج معين عندك، خلاص. وهيبان في الشيل سي ام دي، هيرن الشيل وبعد كده يبدا يطان. طيب تعالى احنا عاوزين نعمل عليه اسكان ونشوف هل ده هيبان ولا مش هيبان، ده توجه، تمام؟ تعالى بقى نشوف. هقول والله انا عندي ايه، كده على الملف ده، قول له send to file، send، وتقريبا شفنا حاجة زي كنا عاملينها قبل كده. طيب you lost report، هو يعني نفس الكلام.
طيب تعالوا نعملها تاني عشان بس هو كان مكاش على ملف قديم كنت عامله يعني. اقول له ايه فايوس توتال. طبعا السايتس دي الاونلاين مش لله لله كده يعني، اعملهم لك انت تشيك على اللي انت جايبه. بس هما لغايه دلوقتي لسه ما مسكوش حته الجافا دي، ما تعرفش الكود بتاعها يعني. تمام تقولي طب انا مش بعرف استخدم الباك تراك وكده وايه اللي هيحصل يعني؟ اه والله هتجي لك هنا على ما يفتح بس الحته كده، هيجي لك هنا هيقول لك والله ده في كونكشن حصلت مع فلان، في فلان رن عنده التروجن دوت فبدأ يتأكتف معاه، ففي سيشن فتحت معاك هنا. تمام هيجيبهم لك هنا، فتبدأ انت بقى تكونكت وتشتغل كوماند. اه طب انا مش عايز اشتغل كوماند هعمل ايه؟ والله انا عن نفسي عملت حاجة تانية. ايه هي؟ جبت ال فاكرين لما جبنا برنامج الاونلي دوت عملنا ايه؟ فتحنا السيمبل بتاعه خلاص وشفنا السنتنس الموجودة جوه، كنا جايبينها من برنامج اوريدي صح؟ لا طب ما انا ممكن اخد دول بس هتتعبك شوية وهتبقى مملة جدا الموضوع بالنسبة لك. تعال اقول له فيروس توتال تمام. فا وبعد كده بتاخده وتحطه عنده هنيك شوية. طيب خليك وبتاخد ال بتاخد ال السنتنس دي بقى تحطها جوه الفيروس التروجن اللي انت عامله او سواء الفيروس اللي انت كنت عامله قبل كده. تمام هي بتبقى صعبة شوية عليك لان ده كود جافا، بتاخد السنتنس بتاعته فهيحصل مشكلة، فهجربها وكده وهتشتغل معاك ان شاء الله. تمام هنطول شوية. تمام ابدا اقول له الفايل اهو. ديسكتوب اكس واي زد واقول له سند فايل. هيبدأ اهو انلايز عليه. بص مفيش اي حد اي حد خالص اشوفه. هو عنده هنا السايد عنده 44 فيندور بيسكان عليه، هيجيبهم لك كلهم ولا واحد اشوفه. شايف الريزولت عامل ازاي؟ شفت 0 من 44. تمام ولا واحد شاف. زي ما قلنا بقى تاخد الاوفس بتاعه وتحطه جوه التروجن تاني، عاوز تشتغل على الكوماند مفيش مشكله زي ما انت عاوز. طيب في جزئيه اخيره حاجه كده احب اقول لك عليها. في عندي تولز اسمها سيت، هتلاقيها موجوده في باك تراك، هتلاقيها هنا سوشيال انجينيرنج، هتلاقيها سوشيال انجينيرنج تول سيت. تمام هنا بيقول لي انت تحب تعمل ايه، تحب تعمل ايه من الحاجات دي؟ احنا مثلا هنقول له في التروجنز والحاجات بتاعتنا هنقول له كريت ايه بايلود اليسنر، هقول له رقم 4. تمام. طب انت عاوز تشغلها مع ايه؟ ممكن اقول له ويندوز شيل مثلا ريفيرس تي سي بي او 64 او كده، رقم 1. طيب هنا بيقول لي هتشغلها ايه بالظبط؟ لا هقول له انا هشغلها ايه باك دور اكسكيوتابل، هتبقى اي اكس اي خلاص، هتبقى حاجة ايه اي اكس اي. فانا هقول له رقم 16. اه ايه طب انا هعمل لسنر على البوت ده 443 443 بتاع الايه اتش تي تي بي اس 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 ال. طب جميل اوي، ده اصلا بوت ستاندر ومفتوح على كل الراوترات عموما على كل الفاولز. طب قول لي بقى قول لي مين هو الاي بي ادرس، الاي بي ادرس اللي هو هيلسنر عليه، او ها الدومين نيم اللي هيلسنر عليه، احط له بقى بتاع النو اي بي مثلا، كنت انا عامل واحد اسمه مثلا كاسبا اونلاين مش عارف ايه كده صح، احط له ده، او مثلا هنا احط له الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي انا قاعد عليه ده لو بستخدمها انترن، واقول له انت. تمام هيبدا يعمل لي اكسكيوتابل فايل دوت اي اكس اي واعمل لك عليه سكان دلوقتي، نفس الفكره بالظبط. اه هنا بقى عشان تبقى عارف بس هتستخدمها ازاي، هيجي يعمل لك كونكت، هتلاقي الكونكشن جالك هنا
عشان تجاوبها هتقول له session dash i تقريبا او dash l. تذكر صح، بس هي بنكتب سيشن حاجه فبيقوم جايب لك لسته بالناس اللي عامله عليك كونكت دلوقتي، فبتبدا بقى ايه بالكوماند طبعا بتظبطهم يعني. طب هنلاقي فين الفايل دوت؟ لو دخلت هنا كده تحت روت تحت بنتست اللي هو هنا اصلا، لو قلت له كده ضيع هيبينه لك اهو دوت اي اكس اي ام اس اف دوت اي اكس اي، الملف الوحيد اللي معمول دوت اي اكس اي. بس تعالى ناخده مثلا كده بين تيست اكسبلويتس تحت ست، تعالى ناخده. وطبعا هو ايه شايف ان ده حاجة مش كويسة، تعالى ناخده كده وحطه مثلا فين على الديسكتوب بيست، وتعالى نعمل عليه ايه سكان. بعد ما عملت عليه سكان طلع لي كام؟ ها 20 من 44. امبارح تقريبا كان النهارده الصبح كان 19. مشكله زي ما بقول لك الفايروس توتال دوت، انت مش بتعملها هباء، ده هو بيقوم باعت بقى السيجنتشر وباعت الكوماند الموجود جوه الفايروس او التروجن دوت، ويبعته لكل الفيندورز الموجود عنده ال 44 فيندور دول. تمام، فانت بتشوف بقى مين اللي شافه والكلام ده. تمام، يبقى احنا كده خدنا حاجة انتجريشن يعني ما بين الانكريبشن والفيروس والباك دورز والباك دور والتروجن. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.